نحن نعلم أنه إذا كان لدينا خطين متوازيين، دعوني أرسم خطين متوازيين ال وأم، فهذا الخط ال وهذا الخط أم. نحن نعلم أنه إذا كان متوازيين ورسمنا خط قاطع يقطع الاثنين، فإن الزوايا المتناظرة متساوية، فهذه X وهذه Y. فنحن نعلم أنه إذا كان ال يوازي أم، فإن X تساوي Y. ما أريد عمله في هذا الفيديو هو إثباتها بطريقة أخرى. أريد أن أثبت هذا ما أعلمه، هذا نعلمه. أريد أن أثبت أنه إذا كانت X تساوي Y فإن L سوف يكون موازي لM هنا، أو بمعنى آخر إذا كانا متوازيان فإن الزاويتان المتناظرتان متساويتان، أو العكس صحيح، أي إذا كانت الزوايا المتناظرة متساوية فإن الخطان متوازيان. ما أريد عمله هو إثباتها بطريقة التعارض، فإذا لنضع هذا جانبا، فهذا هو هدفنا. أنا سوف أفترض أن هذه العبارة ليست صحيحة، فأفترض أنها ليست صحيحة، سوف أفترض أن X تساوي Y، وأن L لا يوازي أم. لذا دعونا نفكر بما سوف يحدث في الواقع كنتيجة. فإذا كان الخطان L وM غير متوازيان أي مختلفان، فسوف يتقاطعان. دعوني أرسم L هكذا، فهذا الخط L، ودعوني أرسم M هكذا، سوف يتقاطعان، فحسب التعريف إنهما غير متوازيان فسوف يقطعان بعضهما البعض، وهذا سيكون أم. وهذا القاطع سوف أقوم برسمه هنا، سوف أرسمه هنا، وهذه X وهذه Y. نحن فرضنا أن X تساوي Y، فنستطيع إذن القول أن قياس هذه الزاوية هو X. مع كل هذه المعطيات التي فرضناها سوف نفترض أيضا أن هذه مسافة معينة، وأن طول هذا الخط ليس صفر، إذن هذا الخط هنا أيضا لن يكون صفر، فهذا المقطع الخطي بين النقاط A و B، فنستطيع أن نقول A B، وهكذا نقول أن طول هذا المقطع أكبر من صفر، فهذه نظرية معقولة. في كلا الحالتين A B سوف يكون أكبر من صفر. إذا عندما نفرض أن هذان الشيئان غير متوازيان، سوف يتشكل لدينا مثلث صغير هنا، حيث أن AB هو أحد الأضلاع والضلعان الآخران. أعتقد أنه نستطيع أن نسمي هذه نقطة التقاطع C، فالضلعان الآخران المقطع الخطي BC والمقطع الخطي AC. ونحن نعلم أن كيفية إيجاد زوايا المثلث، لنرى الآن ماذا يحدث عندما نطبق ما نعلمه. فأولا إذا كانت الزاوية هنا X، فنحن نعلم أن زاويتها المكملة هي هذه الزاوية هنا، إذن الزاوية هنا سوف يكون قياسها يساوي 180 ناقص X، وبالتالي نحن نعلم أن هذه الزاوية وهذه الزاوية وهذه الزاوية الأخيرة لنسميها الزاوية Z، ونحن نعلم أن مجموع زوايا المثلث الداخلية سوف يكون مجموعها 180 درجة. فإذا نحن نعلم أن X زائد 180 ناقص X زائد Z يساوي 180. الآن X تلغي X الثانية ونطرح 180 من الجانبين، وسوف نحصل على أن Z تساوي 0. فإذا فرضنا أن X تساوي Y وأن ألا يوازي M، أن ألا يوازي أم، فسوف نحصل على الوضع الغريب هذا، حيث أن زاوية التقاطع لهذا المثلث الذي تشكل من الخطوط غير المتوازية سوف تكون صفر. فهذا يصبح بلا معنى، لأنه إذا كانت هذه الزاوية صفر درجة، هذا يعني أن المثلث لن يفتح أضلاعه، بمعنى أن طول AB سوف يكون صفر، وهذا يعني بديهيا أن هذا لن يكون مثلث، لا يشكل مثلث، بل سوف يكون خط، لأن هذان الخطان سوف يشكلان نفس الخط ولن يشكلا مثلث، وهذا يقودنا إلى تعارض. التعارض هو أن هذا المقطع الخطي AB سوف يكون صفر،
أي أنه لن يكون موجود أصلا، والتعارض الآخر الذي سوف يظهر أن هذان الخطان سوف يكونان خطا واحدا لأنه لا يوجد فتحة بينهما، إذن سيكونان خطا واحدا، وفي كلا الحالتين هذا يؤدي إلى تعارض contradiction. بما أنه يؤدي إلى تعارض، حيث إذا فرضت أن X تساوي Y وإن لا يوازي M، فإنك تحصل على شيء لا معنى له وأنه يتعارض مع ما فرضته. فهذا يثبت أنه إذا كانت X تساوي Y فإن L يوازي M، لأننا أثبتنا أنه إذا كانت X تساوي Y فلا مجال للخطين L و M أن يكونا خطان مختلفان، ولا مجال أن يكونا متوازيان أيضا. وهكذا أثبتنا مقولتنا. الآن سوف نذهب في الاتجاهين، فإذا كان الخطان متوازيان فإن الزاويتان المتناظرتان متساويتان، وإذا كانت الزاويتان المتناظرتان متساويتان فإن الخطين متوازيان.